الحلقة دي هناخدكم في جولة تاريخية لمتحف دبي. متحف دبي مقام في قلعة الفهيدي اللي بيرجع تاريخ إنشائها لسنة 1787، واستخدمت القلعة على مر العصور كمكان لإقامة الحاكم ومستودع للأسلحة وسجن للخارجين عن القانون. تم ترميمها وتحويلها لمتحف يعرض تاريخ دبي وتراثها الأصيل في عهد الشيخ راشد بن سعيد المكتوم سنة 1971. المتحف هياخدكم من خلال المعروضات والمواد الصوتية والضوئية لرحلة عبر الأزمنة اللي كانت فيها دبي ميناء ومعبر للسفن بين القارات، اقتصاد محلي معتمد على صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، وطبيعة عمرانية خاصة معتمدة على أبراج الرياح كوسيلة لتبريد المساكن. هتعيشوا مشاهد من حياة سكان دبي القديمة، وهتتعرفوا على البيئة الصحراوية الإماراتية، أسواقهم القديمة، حرفهم، مجالسهم، الآلات الموسيقية اللي كانوا بيستخدموها في فنونهم الشعبية، أسلحتهم، وبعض الآثار من الدول الإفريقية والأسيوية اللي كانت عاملة شراكة تجارية مع الإمارات. المتحف كمان فيه صالة عرض مستوحاة من داخل البحر، هتشوفوا فيها إزاي كانوا بيغوصوا لاستخراج اللؤلؤ وإزاي كان بيتم صناعة السفن وأدوات الصيد. وصالة عرض مخصصة لكل ما عثر عليه من عمليات الحفر المتعددة في المنطقة واللي بترجع للألفية الثالثة قبل الميلاد. ومن خلال صور جوية هتشوفوا التوسع العمراني المميز لدبي من الثلاثينات لتسعينات القرن العشرين. حوالين متحف دبي هتلاقوا مسجد دبي الكبير ومنطقة السوق القديم. المتحف موقعه قريب من محطة مترو الفهيدي والغبيبة، ممكن كمان توصلوا له عن طريق الخور باستخدام العبارات وتنزلوا عند مرفأ سوق دبي القديم. المتحف بيفتح يومياً من 8:30 صباحاً ل 8:30 مساءً، والجمعة والسبت بيفتح من 2:30 مساءً. ثمن التذكرة 3 دراهم للفرد، والأطفال أقل من 6 سنوات بدرهم واحد فقط. لما تزوروا متحف دبي هتندهشوا جدا من المقارنة بين دبي الحديثة اللي انتوا عايشينها وبين الحياة البدوية القديمة للمجتمع الإماراتي، وده نظرا للتطور اللي حصل في المدينة بسرعة غير مسبوقة بعد اكتشاف النفط والغاز في الستينات، وهتحسوا بحقيقة الجهود الكبيرة اللي اتبذلت ووصلت دبي إنها تكون مركز رئيسي للسياحة والتجارة في العالم. اعرفوا أكتر عن كل حاجة موجودة في دبي في عيش دبي على دبيات.tv، وتابعونا على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب.